السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا كتاكيت الحلوين، شلونكم اليوم؟ إن شاء الله تكونون بخير. رجعنا ياكم بدرس جديد من سلسلة التعليم الإلكتروني لمدارس جوهرة العلم الأهلية، وياكم المس هبة. طبعا ماما، احنا بالدرس السابق بدينا بيونت 7، بدينا بالوحدة السابعة، وإن شاء الله اليوم راح نكمل اليونت مالتنا. يلا ماما، open your books on page 64، افتحوا لي كتبكم على صفحة 64 وخلينا نبلش درسنا. ببداية ماما، عندي هاي اللعبة كلش حلوة، راح يلعبنا اياها روبي. هنا ماما روبي ناطيني كلمات، ماشي حبيبي، وناطيني هذا المربع لازم اني ابحث على الكلمة بيه. يعني مثلا عندي كلمة ابل، اجي ادور عليها بهذا المربع، من القاها ماما احط عليها قوس. شوفوا هنا هاي ابل، لقيتها هنا حطيت عليها هذا القوس، ماشي حبيبي. يلا خلينا نبلش لعبتنا. اول كلمة ماما عندي هنا كيك. كيك هو ماما شنو؟ نفس الكيك اللي احنا نسويه، ماشي حبيبي، تمام. كلمة كيك ماما هاي لازم اجي ادور عليها هنا، ومن القاها احيطها بقوس، ماشي حبيبي، تمام. شلون حلقاها؟ خلي اسهلها عليكم. كلمة كيك ماما يا حرف تبدي بلتر سي، تبدي بلتر سي، اروح ادور على لتر سي هنا، تمام. لقيته ورا لتر سي، شنو عندي هنا؟ عندي لتر اي، ماشي، ادور عليها هذا، وراها لتر كي ولتر اي، ادور هي تماما. هاي كلمة عندي كلمة كيك، ماشي، اذا احط عليها قوس واشخطها من هنا حتى اعرف اني انا هاي الكلمة كملتها، تمام امي. ثاني كلمة عندي ايج، ايج يعني بيضة، ماشي ماما، قلنا شلون القى الكلمة حتى صار عليها سهلة؟ اباوع بيا لتر تبدي، بيا حرف تبدي بلتر اي، اذا اروح ادور على لتر اي، ووراها لازم شنو؟ لتر جي، لتر جي سوري ماما، ادور عليها هنا. هاي ماما كلمة ايج. اوكي ماما، هسه عندي كلمة ايج، ايج يعني بيضة، ايج يعني شنو؟ يعني بيضة، تمام. شلون القاها بهذا المربع؟ اجي اشوف كلمة ايج بيا لتر تبدي بلتر اي، وورا لتر اي شنو عندي؟ عندي لتر جي، ماشي ماما، اجي ادور عليها هنا، هذا لتر اي ورا لتر جي، لا هذا لتر اي ورا لتر جي، يس، اذا ماما هاي كلمة ايج نفسها، اباوع عليها هنا، اجي احط عليها قوس، ماشي حبيبي، واشخط كلمة ايج حتى اعرف انه انا كملتها، تمام ماما. هسه اخر كلمة عندي شنو؟ عندي جالي. جالي ماما هو نفس الجالي اللي سويناه ماما بالبيت، اوكي، بيا لتر يبدي بلتر جي ورا لتر اي، ماشي، اجي ادور هاي ماما كلمة جالي، اذا احط عليها قوس وهنا اشخطها حتى اكمل التمرين مالتي، تمام امي. خلينا نشوف شنو عندنا بعد. هنا عندنا ماما تو بيكتشرز، عندنا صورتين، ماشي امي، وعندنا صديقنا روبي راح يسالنا. شنو سؤال روبي؟ شي يقول وات كان يو سي، وات كان يو سي، وات كان يو سي، ماذا تستطيع ان ترى؟ وات كان يو سي، ماذا تستطيع ان ترى؟ يعني يسالنا ايش تشوفون بالصوره انتو، احكوا لي. اوكي خلينا نشوف ايش نشوف بالصوره. هنا أنا ماما عندنا غرفة، شنو بيها؟ هذا بيها السرير، السرير ماما اللي هو ننام عليه اسمه بيت، السرير اسمه بيت، بيت 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 يعني سرير، بيت يعني شنو؟ يعني سرير، تمام. وش عندي بعد؟ عندي هذا الكرسي، الكرسي اسمه تشير، الكرسي شنو اسمه؟ اسمه تشير، اسمه تشير، تشير يعني كرسي، تشير يعني كرسي، زين. هنا أنا شنو عندي ماما؟ هاي المنضدة أو الطبلة اسمها تيبل، اسمها تيبل، تيبل منضدة أو طبلة، تيبل منضدة أو طبلة، ماشي حبيبي. أوكي هنا شنو عندي؟ بلين، بلين طائرة، بلين طائرة، أوكي. هنا أنا شنو عندي ماما؟ عندي ديسك، الديسك ماما هو نفس الميز أو الرحلة، طاولة، ماشي حبيبي، ديسك هو الطاولة أو الرحلة يعني الميز، ماشي أمي. أوكي شو اسمها؟ اسمها ديسك، ديسك ديسك يعني طاولة أو رحلة، ديسك هي طاولة أو رحلة، نفسها الرحلة نقعد عليها بالصف اسمها ديسك، ماشي أمي، تمام. شنو عد ديسك؟ عندنا كمبيوتر، عندنا كمبيوتر، أوكي. وش عندنا هنا؟ عندنا ويندو، شباك. وش عندنا هنا؟ عندنا بوكس، بوك كتاب، بوكس كتب، ماشي أمي. إذا شوفون هنا عندنا أكثر من واحد، عندنا تقريبا تين، ماشي أمي. أوكي وهاي شنو؟ هاي بين، بين سلة المهملات، بين سلة المهملات أو النفايات، شنو اسمها؟ اسمها بين. وهنا أنا ماما عندي الأريكة، صوفة اللي هي نفس القنفة، ماشي أمي، اسمها صوفة، تمام. راح أرجع أعيد، عندي بيت،
بيد بيد اللي هو سرير بيد chair 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 اللي هو الكرسي table table اللي هي ماما الطبلة أو المنضدة عندي هنا أنا ماما desk 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 عندي اللي هو ماما الميز أو الرحلة عندي هنا أنا pen pen اللي هي سلة المهملات وعندي صوفة اللي هي القنفة ماشي أمي أوكي هسه راح أسألكم What color the bed شنو لون البيت مالت السرير هنا أنا ماما لونه ريد أحمر والثاني عندي two beds كم واحد عندي two ماشي ماما two beds أوكي أول واحد لونه ريد الثاني لونه بينك أوكي والبلين لونها ريد أوكي والشير الكرسي لونه جراي رصاصي ماشي أمي التيبل شنو لونه لونه براون بني بس شنو هنا أنا فاتح فنقول light brown بني فاتح يعني مثل البيجي إحنا نسميه ماشي أمي تمام البين سلة المهملات شنو لونها يا حلوين لونها بلو لونها أزرق أوكي والديسك اللي هي الميز مال الكمبيوتر ماتي شنو لونه لونه أيضا ماما light brown أوكي حبيبي تمام السوفا شنو لونها لونها بلو and يلو بلو أزرق يلو أصفر زين الصورة الثانية نشوف هم ده نشوف نفس الغرفة الأولى بيد chair table بيد اللي هو سرير chair كرسي table اللي هي المنضدة أو الطبلة ماشي أمي desk اللي هي الميز مال أو الرحلة مالتنا computer plane ماشي ماما صوفا وbox window وهاي البن زين هسه هنا شنو اللون مال بيد هذا blue هذا light brown أوكي هذا brown اللي هو جوزي ماما تشير لونه براون الديسك هنا أنا عندي وهنا عندي التيبل اثنيناتهم لونهن بلاك والبلين لونها جرين ماشي حبيبي شنو لونها جرين اوكي والبنسلة المهملات لونها ريد احمر والصوفة الاريكة لونها بلو اند ريد ازرق واحمر واليدات مالتها لونها اورنج اوكي ماما هسه اتمنى ما تنسى البيض اللي هو السرير والتشير اللي هو الكرسي تيبل اللي هي الطبلة أو المنضدة ديسك اللي هي الرحلة أو الميز ماشي ماما هسه حبيبي احنا ذكرنا بالدرس السابق قلنا ماي فاميلي عائلتي عائلتي تتكون من داد مام جرانبا جرانما براذر سيستر وقلنا عندنا بيبي ميبي يكون ليتل براذر أو ليتل سيستر أخويا الصغير أو أختي الصغيرة ماشي ماما إذا داد مام grandpa grand ma sorry mama تمام ماما هسه عندنا window يعني شباك window يعني شباك او نافذه ماشي حبيبي هسه ماما تحدثنا على اجزاء المنزل من الخارج قلنا يتكون من الروف والwall window door ماشي حبيبي اوكي هسه هنا صديقنا روبي ده يصبغ البيت مالتنا ده يصبغ تمام ماما هسه عندنا window يعني شباك window يعني شباك او نافذه ماشي حبيبي اوكي ماما هسه احنا اخذنا انه المنزل من الخارج يتكون من roof اللي هو السقف window اللي هو الشباك door اللي هي الباب والwall اللي هو الحائط اوكي زين هنا عندنا صديقنا روب ايش دا يسوي دا يصبغ البيت مالتنا خلينا نشوف ايش راح يسوي تبع عليه هاي الكلمات الجوة ماما أول كلمة يم letter A yellow yellow اللي هو أصفر yellow اللي هو أصفر وين الأصفر ماما هذا اللون هذا أصفر ماشي حبيبي شنو صبغ بي روبي صبغ النبي الوول صبغ النبي الحائط الأول صبغ النبي الوول ماشي أمي تمام ثاني كلمة يم letter B ماما عندي ريد ريد اللي هي أحمر ريد اللي هو الأحمر وين الأحمر هذا صبغ النبي روبي صبغ النبي الدور صبغنا البي الباب دور الباب تمام ثالث كلمة يملى ترسيع الجرين اللي هو الأخضر صبغنا بي روبي صبغنا الحائط الثاني الوول الثاني ماشي ماما صبغنا الوول الحائط الثاني أوكي آخر كلمة عندي بلو اللي هي الأزرق صبغنا بيها روبي الروف اللي هو السقف ماشي حبيبي اوكي ماما هسه اقلب الصفحه وخلينا نشوف من يتكون البيت من الداخل ماشي امي هذا عندنا الهاوس من الداخل من شنو يتكون يتكون من غرفه نوم
زين ماما غرفة جلوس، هنا عندنا المدخل أو الهول الداخلي ماما، وهنا عندنا المطبخ ويتكون أيضا من حديقة. هسا خلينا نشوف هاي عائلتنا الحلوة من شنو يتكون بيتها بالتفصيل. بالبداية قلنا ماما البيت أو المنزل اسمه هاوس. شنو اسمه؟ اسمه هاوس. الهاوس هو المنزل، ماي هاوس منزلي، ماشي ماي هاوس منزلي. والبيت شنو اسمه؟ اسمه هاوس. اوكي الهاوس من الخارج يتكون من روف اللي هو السقف، وول اللي هو الحائط، ويندو شباك، والدور هي الباب. اوكي من الداخل يتكون ماما من ليفنج روم. ليفنج روم اللي هي غرفة المعيشة، غرفة الجلوس. ليفنج روم غرفة المعيشة يعني احنا نعيش بيها، ماما نشوف بيها التلفزيون، ما شنو نقعد بيها ويا عائلتنا، اسمها ليفنج روم. ليفنج روم اللي هي غرفة المعيشة ماما، غرفة الجلوس، ماشي حبيبي، اسمها ليفنج روم. ليفنج روم ليفنج روم. اوكي المطبخ ماما اسمه كيتشن. المطبخ اسمه كيتشن. كيتشن المطبخ اللي هو نسوي بيه الطعام، ماشي ماما، ناكل بيه، اسمه كيتشن. اسمه كيتشن. كيتشن المطبخ. كيتشن المطبخ. اوكي حبيبي. بيدروم ماما اللي هي غرفة النوم. بيدروم اللي هي غرفة النوم اللي قلنا قبل شوية بها البيت. اوكي بيدروم غرفة النوم. بيدروم غرفة النوم. شنو اسمها؟ اسمها بيدروم. باثروم ماما هو الحمام. باثروم الحمام. شنو اسم الحمام باللغة الانجليزية؟ اسمه باثروم. باثروم باثروم غرفة الحمام. وعندي ماما الهول اللي هو الهول الداخلي ماما حبيبي، او المدخل، اسمه هول. اسمه هول. وعندي بعد شنو؟ الحديقة اسمها جاردن. الحديقة اسمها جاردن. حديقتنا شو اسمها باللغة الانجليزية؟ اسمها جاردن. اوكي وعندي ايضا جراج. الجراج ماما اللي هو اخلي بيه السيارة مالتنا. هسه حبيبي تعرفنا على اجزاء المنزل، قلنا هذا الغرفة الجلوس اسمها ليفنج روم، غرفة النوم اسمها بيدروم، هذا الهول ماما، وهذا الكيتشن اللي هو المطبخ. اوكي حبيبي وهاي الجاردن. زين خلينا نشوف هذا الهاوس مالتنا شنو بيه. عندنا هنا هاي بيكتشر، ما شنو بيكتشر مال فيل. الفيل شنو اسمه؟ اسمه إليفنت. اوكي تمام. هنا شنو عندنا ماما؟ عندنا سويت حلويات، هنا عندنا بوكس كتب، هنا عندنا دول لعبة، هنا شنو عندنا؟ عندنا راديو، هنا عندنا تي في. اوكي هنا عندنا روبوت، هنا عندنا كامل، هنا عندنا كار ريت كار، هنا عندنا ترين قطار، هنا عندنا يلو كار او تاكسي، هنا عندنا بن ثلاث المهملات. اوكي هذا كله بالليفنج روم. اوكي ماما تمام. بالبيدروم شنو عندنا؟ عندنا باك حقيبة، هاي حقيبة المدرسة، عندنا كايت اللي هي طيارة ورقية، عندنا بن، عندنا تشير كرسي. شنو عندنا بعد ماما؟ عندنا هنا بينصل وبين، ماشي أمي، وعندنا هذا سبايدر اللي هو العنكبوت، وعندنا ماما هنا بيد اللي هو السرير. أوكي حبيبي وعندنا ماما هنا الديسك اللي هي الرحلة. تمام هنا شنو عندنا؟ عندنا أمبريلا اللي هي المظلة، ماشي، وسبايدر اللي هو العنكبوت، عندنا نت الشبكة، عندنا كار اللي هي السيارة. أوكي هنا عندنا بيكتشر صورة روبي، وهذا مامو داد مال روبي، ماشي حبيبي. وش عندنا بعد؟ عندنا باك حقيبة، وعندنا بول اللي هي الكرة. هنا المطبخ شنو بي؟ هذا بي بيتزا، بي بيكتشر للفيش، ماشي حبيبي. وش بي بعد ماما؟ بي كيك. أوكي ماما. وهنا أنا ماي فاميلي، هنا عندنا أورنجوز وراهم، وهنا الجاردن ماما حبيبي اللي هي الحديقة، بيها كات وبيها ماي فاميلي وبيها هذا اليويو. أوكي هسا ماما عندنا هنا مام وداد مال روبي، ايش بيهم؟ دا يسالفون سوية، ايش دا يقولون؟ خلينا نشوف شنو عندهم بالباق بالحقيبة مالتهم. هنا عندنا داد الاب شي يقول I have، انا املك، a red umbrella. I have a red umbrella يعني عندي مظلة شمسية لونها احمر. اوكي ماما هاي I have red umbrella. I have red umbrella. زين أم روبي مام شدا تجاوبه؟ شو تقول له؟ I have a green umbrella. I have a green umbrella عندي مظلة لونها أخضر، ماشي ماما، عندي شمسية أو مظلة لونها شنو؟ أخضر. أوكي حبيبي I have a green umbrella. تمام أوكي هسه داد الأب شدا يقولها؟ I have a blue jumper. I have a blue jumper عندي
قميص او بلوز شتوي ماما، قلنا جامبر هو لونه شنو؟ لونه بلو. اوكي هي ايش حتقول له؟ حتقول له اي هاف ايلو جامبر، اي هاف ايلو جامبر. اوكي شنو بعد عندها بالباق مالتها ماما؟ عندها ابل تفاحه، ماشي حبيبي. وهو شنو عنده بالباق بعد؟ عنده كي مفتاح لونه براون، ماشي امي. هسه حبيبي عندنا اخر شي ماما، هذا شنو عندنا بالصور ده تشوفون؟ عندنا إليفنت، عندنا فيلة، ماشي ماما. هذا 1 إليفنت، 2 إليفنت، 3 إليفنت. بس شنو هذا الفيل ماما؟ شبيب صغير، قلنا الصغير اسمه ليتل، ماشي. 1 ليتل، 2 ليتل، 3 ليتل إليفنت، اوكي. 4 ليتل، 5 ليتل، 6 ليتل إليفنت، 7 ليتل إليفنت، 8 ليتل إليفنت، 9 ليتل إليفنت، ماشي ماما. هنا أنا عندي 10، إذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هذول 10، ماشي أمي. أوكي هسه هذا 1، أوكي 1 plus 1، 1 زائد 1 شو يصير؟ يصير عندي 2 ليتل إليفنت. أوكي 2 plus 1، 2 زائد 1 ايش قد يصيرون عندي؟ 3، ماشي ماما. 3 ليتل إليفنت، 3 plus 1، 3 زائد 1 ايش قد يصيرون عندي؟ 4 ليتل إليفنت، ماشي أمي. 4 plus 1 يصيرون عندي 5 ليتل إليفنت، زين 5 plus 1، 5 زائد 1 ايش قد يصيرون؟ 6 ليتل إليفنت، اوكي 6 plus 1، 6 زائد 1 ايش قد يصيرون عندي؟ 7 ليتل إليفنت، اوكي ماما. 7 plus 1 equal يساوي 8 little elephant، 8 ماما plus 1 يعني 8 زائد 1 يصيرون عندي 9 little elephant، و 9 plus 1 يصيرون عندي 10، هنا أنا عندي 10 ماما in the line، عندي 10 بنفس الخط. اوكي now listen track 94. Now listen. Track 94. 10 little elephants. أشعر فيلة صغيرة. One little, two little, three little elephants, four little, five little, six little elephants, seven little, eight little, nine little elephants, 10 little elephants in a line. One little, two little, three little elephants, four little, five little, six little elephants, seven little, eight little, nine little elephants, 10 little elephants in a line. اوكي ماما لهنا نكون خلصنا درسنا، واليوم ان شاء الله خلصنا المنهج مالتنا، خلصنا كتاب اللغة الانجليزية كله. طبعا احب اقول لكم الف الف مبروك نجاحكم، وان شاء الله كل التوفيق، ونشوفكم ان شاء الله على خير السنة القادمة بعد انتهاء هذا الوباء. ان شاء الله نلتقي بمدرستنا وتكونون تلاميذ الصف الثاني. احبكم كل شهواية، معلمتكم المسهبة. Goodbye.